الأضرار دي ناتجة من أحواض السيانيد. الشركة بتستخدم مادة السيانيد في استخلاص الذهب، والسيانيد دي مضرة جدا بالبيئة، عرفتها؟ والأحواض دي زي ما شفتوا يعني كثيرين شافوا بالأغمار الصناعية، ممكن تخش تشوف الأحواض الكبيرة دي عاملة عديلك بحيرة كاملة من السيانيد على بعد 3 كيلو من القرية، عرفتها؟ وده مشكلة كبيرة إنه السموم دي منتشرة، حتى المياه الجوفية والآبار في القرية، الخبراء دي لما رفعوا تقريرهم إنه الآثار بتاع السيانيد موجودة. الشركة تيجي من 2009 والشركات بتجي، غير ما بيضر الناس ما بتعمل أي شيء. أبسط حاجة خدمات للبلد ما بيعملوها، ولا في عندنا له نسبة، ولا المحلية بتشيل نسبة، ولا ما عارف، ما عارفين الشركة دي تعبها لمين. الحكومة قالت الدولة محتاجة، وعشان كده التعدين كلها هتشتغل. نعم، لكن في الخطاب الرسمي بتاع الحكومة جات كل الشركات تشتغل، ما عدا الشركات اللي فيها نزاع، من ضمنهم شركتنا فيها يعني مشاكل لينا سنين مع الشركة التركية. الخلفية بتاعت مشكلة الصراع أو صراعنا مع الشركة التركية بدأت منذ قدوم الشركة التركية إلى القرية، وكانت بتعمل في البداية من داخل القرية اللي هي من منطقة اسمها أور، كانوا موجودين فيها، والسموم انتشرت في المنطقة وكان في حالات بتاع سرطان داخل القرية. بعد ذاك لما طالبوا الأهالي بترحيل الشركة من مكانه ودوه شنو إلى البعد الحالي، المكان الحالي اللي هو حوالي 3.5 كيلو من القرية. بعد ذاك بدأت صراعنا مع الشركة التركية. في 2017 الشباب قرروا إنهم يوقفوا مضخة الموية عشان يوصلوا صوتنا للسلطات العليا، وفعلا وصلت صوتنا للسلطات العليا، فكان في اعتصام، جات قوة من الشرطة أيضا هاجمت الناس. بعد ذاك تكونت لجنة اسمها لجنة التعدين، جبنا خبراء من جامعة وادي النيل، 6 خبراء من الدكاترة والمختصين عشان يعملوا تقرير كامل للبيئة في المنطقة. على ضوء هذا التقرير اللي رفعوه الناس دي للمختصين، من ضمن الوصايا بتاعتهم انه المنطقة دي بعد كم سنة ما حتكون آمنة للسكن. بموجب هذا الاجتماع بعد شد وجذب وساعات من الاجتماع توصلنا إلى اتفاق، من ضمن بنود الاتفاق انه يرحلوا الشركة خلال 2 سنة من الموقع الحالي الى البعد القانوني للشركات العاملة في مجال التعدين في السودان اللي هو 25 كيلومتر. ما كل مرة نمشي لهم ما برحلوا، ما الى ان وصلنا شنو التاريخ اللي هو نحن اتفقنا عليه معهم. بعد ذاك الشباب قرروا انهم يوقفوا المضخة، ووقفنا المضخة ورفعنا قضيتنا امام القضاء. هو قامت في محاكم بيناتنا في دولجو، محكمة قضائية بتعجل سنين وسنين، بتعجل لليوم ما عارفين سبب التعجيل شنو. حتى الشركة التركية طلبت استئناف، ما رضى بالمحكمة، عمل استئناف لولاية في دولة. الشركة واقفة ليه أكثر من سنة وشوية، واقفة. فوجئنا إنه فجأة إنه في قوات كبيرة جدا اقتحمت مكان المضخة الواقفة دي، ودارين يشغلوا المضخة. الشباب اللي كانوا موجودين في السوق اتلموا جنب الشركة بس عشان يشوفوا الحاصل شنو، بدوا فيهم ضرب وبومبان وكلاشات، وأنا من ضمن الوفد المشى للمدير التنفيذي. المدير التنفيذي للأسف الشديد قال لنا يا أخي هو ما عنده علم بالقوات الجادة نهائيا، حتى الاستخبارات والأمن والمباحث والشرطة كلهم في الوحدة الإدارية بتاعتنا ما عندهم علم بالقوات الوصلت هنا. آخر الوضع اللي وجد دخلونا في أرضنا ممتلكاتنا الخاصة، جد دخلوا علينا بالشرطة والأمن، ضربوا أولادنا في آخر دارهم وراد جلوده، وده كله بشركات الموت
والدمار اللي حاصل عندنا. احنا الصيانيد ضاربه عندنا في الابار الارتوازيه. وحنديكم المستندات كلها لاي واحد فيكم. جابت الحكومه 10 11 13 مسلحه بدوشكات باربجين، يعني ما عارف انت بتناضل على قاعد تحارب مع الميليشيا ولا مع الناس الحق. والاف خسارات منهم اتصابوا على اعتقلوهم والجوال ما لقوه، يا ما عارفين دريات وكتيبه تابعه لشنو ذات. انا ما بعرف استعمار بريطاني ولا استعمار ايطالي يجي ياخذ حقك الخاص يوم يموتوك بالسيانيد، الشرطه بدل ما يحمينا بخدمه الشعب بيقف ضدنا يضرب عيالنا كرباج له. نفس الفيديوهات اللي نحن كنا بنشوفها في 19 تطبق فيها شباب ابصار. نحن بسلميتنا 3 سنة ولا سنتين ونص الشركه دي واقفه مسمار ما يتفكت منها. شغالين بالواجتات ما اعترضنا الواجتات بل متقدمنا الى المحكمه عشان العداله تاخذ مجراها. العداله في يقلبونا. وده الوقفه دي وقفه احتجاجيه اولى. وحنشوف رد فعلهم حناخذ خطوات ثانيه. المقاومه نحن الخطوه الاولى اليوم عندنا وقفه احتجاجيه سلميه ضد الشركه، بعد ذاك الخطوات التصعيديه الشباب حيستمروا فيها، يعني كله ابصار عن بكره ابيها اننا نحن يا اخي لا نحن الليله لو ما متنا بالرصاص حنموت بالسموم، عرفت؟ يعني موتنا واحد، اذا مت بالرصاص ولا مت من السم كل واحد، زي ما قلت لك انه الحالات بتاع السرطان منتشره في القريه، عشان كده نحن عازمين على انه مناهضتنا تستمر بطريقه سلميه وحضاريه ضد الشركه التركيه، ودي خطوه اولى، بعد ذاك عندنا خطوات كثيره حتستمر ان شاء الله.